من الاثنين للجمعة من 7 للعشرة على كنوز FM. صباحنا خير مع ريم. الجديد ولا مازال شوية آخر ناخذ رأي المستمعين وناس الروبرتاج اللي تعدى على قناة التاسعة فيما يخص الفريب، ولكن على صوت بها سلطان وتامر حسني نوصلوا للثمانية وثمانية وثلاثين دقيقة. تحية لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، كل معتمديات الساحل أهلا وسهلا بكم، وناس تسمع فينا زادة داخل وخارج تونس على صفحة رسمية لكنوز FM. علاش نقول معتمديات الساحل؟ على خاطر كنوز FM إذاعة جهوية، ولكن نفرحوا برشا بتفاعلاتكم الناس اللي تبع فينا في مختلف ولايات الجمهورية. صفحة الفيسبوك على ذمتكم تنجموا تتفاعلوا معنا، تنقدونا، تعطيوا ملاحظاتكم، وإلا زادة تقترحوا علينا غنيات تحبوا تسمعوهم معنا في الصبحية. تحية لسي شريف بوجناح من منزل فاتح نفيذة، تحية ليك ولأهالي النفيذة الكل. تحية زادة لمدام مسيو نبيل بنور، أهلا وسهلا بيك وشكرا ليك على تفاعلك معنا. الرقم الهاتف اللي موضوع على ذمتكم هو 98 613 300، هذا نمر تليفون يتكلمون عليه وتخليوا اقتراحاتكم. قبل الموسيقى كنت سألتكم تلبسوا من الفريب ولا لا، دونك باش نرجع بالسؤال ليك، اما باش نسألك انت قلت لي تلبس فريب، انا هو متاع دينار 2000 10 50 200 400، الفريق راه اليوم يفرق. شوف الفريب يفرق، الفريب اه انا مش انا من انا حتى على كرشي كي نقى صف ما نمشيلوش، نقعد ما غير خبز وشدش الصف، يعني ما تصبرنيش أنا مش نقعد نفرز وكذا، مش مش فريب. تعجبني حاجة في حانوت تاع فريب معاك على خذ لوكس معناتها انت تمشي فريب، ما في دو لوكس هذاك. كيفاش ديما تعطيك طوب ربي مدام بسمة اللي ما يخطسش في النصبة اللي ما يخطسش، اش معناتها؟ ما عنديش بصع البال، عندي بصع البال دونك تلبس. اي علاش تغشش فريب دو لوكس؟ فريب نمشي لفريب حتى الأستاذ كيف نصور. علاش انت قريت افكار الاستاذ؟ مش عارف شوف الكارتابلة عنده من هنا والتليفون في وده ومرايته من فوق ويفرز الفريب استاذ. انا ما شاوتش كاميلي ما نجمش نقول. مدام كاميلي، مدام كاميلي تسمع فينا جاوبنا في الفيسبوك، قلنا تمشي بالفريب ولا لا؟ مدام بسمة قل والله باش نقول لك انا الفريب نمشي الفريب نلبس انا ونلبس صغاري زيد، علاش لي راهو فيه جانبي، الجانب الاولاني هو ينحي ستريس، يمشي الفريب فما برشا نساء يمشيو باش ينحيو ستريس، يمشي يضيع الوقت وكل فرزانة ذاك يا مكرم فيك النكهة خاصة راهو. أما زيد توا ولا يطلع شوية العصب بالأسوام راهو، هذاك توا تعجبك القطعة. راهو التونسي ولا ملزوز يمشي للفريب باش يهرب من البوتيك، فمش واحد يخلص 400,000 يشري سروال ب 150,000، راهو غير معقول. الأسوام ولات نتاع جديد في تونس، ولاو راهو التونس من العيد للعيد يشريوا الكسوة الجديدة، مش لي ديهم معناها بالصفة عليهم. إذا كان نشريها وطالب باش يشريها الاسوام وشطه ياسر، هما محقين وعندهم الحق، عندهم كراويت وعندهم خلاصات وعندهم ديوانه وعندهم اللي يجيبوا من الخارج وغيرها. هذه فرصه باش نشجعوا الانتاج التونسي، راهو قصر هليل فيه كوتون شيء اخر، فيه اسواق باهيه، فيه عنا في تونس، يلزم نشجعوا اليد العامله ونشجعوا معناها المستثمر التونسي. خلينا نسمعوا المحلي معناها خاصه. احنا باش نسمعوا اكستريم من غوبورتاج تخدم البارحه على قناه التاسعة، يهم الفريب اليوم. الفريب كان للزوالي، أما أسوامه اليوم مازالت مناسبة للزوالي وإلا لا؟ ومن بعد الساعة قبل من عادي وأنت تلبس شايمة من الفريب ولا تلبس برشا ولا شوية ولا لوكس كيما مكرم ولا الزوز بيه شيء ما تلبس؟ دونك انتم زادة تنجموا تجاوبونا على الصفحة الرسمية لي كنوز FM وتخليونا كومنتير. أسوام الفريب مازالت تناسب الزوالي وإلا لا؟ خلينا نسمعوا رأي العباد وراجعين. لا ما عادش الزوالي تو الجديد ولا ارخص من الفريب؟ ما عادش مناسبه للفريب، غاليه زاد، ما عادش حاطين عليه حتى الفريب. مش شفتيش البلوزان هكا خالد شاي يقول 25 لابسهم جديد. الفريب تويك ولا اكثر من البوتيكات؟ تفهم فيا غالي برشا. احنا حوالينا الفريب نقولوا عليه نديروا في تونس. الفريب حاجتنا به يقعد، هذه الحاجه الوحيده اللي نتمنوها. اوكي باش نحوالينا فريب. أنا ما نقدرش باش ناخذ صبات ب 50,000 و 60,000، نجي ناخذ ب 10,000 من هنا.
ما نجمش ناخذ صابات كما كنت تحكي انت مدام بسمه ب 150 الف غيرو، دونك نجي ناخذ من الفريب، ولكن الفريب زاد اسوي مولات مشطه شويه. والحقيقه انا نلاحظ ديما انه حتى اللي يبيعوا معناتها تبدلت شويه نظرتهم للفريب. قبل كانوا ما يعرفوش الكاليتي هذيك نتاع القطع، ما يعرفوش الماركه، توا جوستومون ويقول لك هز والا خلي بالسوم هذاك، زاد على خاطر يعرف اما شكون ينجم يجي يشري وياخذ بالسوم هذاك، رفقا بينا الناس اللي تبيع ورفقا بالناس اللي ما تنجمش تشري جديد حتى لصغيراتها في العيد. فما برشا ناس تشري من الفريب، والحقيقه تلقى كاليتي احسن برشا في الفريب على خاطر كيفاه؟ وصينية تلقى. وايوا حتى نوعية القماش وغيره، ولو انه كما قالت مدام بسمة فما صناعة محلية ماهيش خايبة بالكل، نجموا نشجعوها وتكون زادة حل بالنسبة لنا وقت الفريب ما عادش نجموا نخلطوا عليه. من الراجل قديش سامحني يا ريمنيت قديش كلمه معبر الاخراني هذا اللي تكلم، قال بربي كي جوعتونا ما تعريوناش. قديش الكلمة عندها أبعاد ياسر، مش زادة واحد لاقي في لقمته وكرجومته ولا لاقي زادة باش يلبس، رفقا بينا عايشكم. هو الحقيقة معناها في أعوام التالي حبوا يغيروا منطق اللعبة. إيش معناها؟ حبت تدخل معناها تجارة معينة، معناها توريد معين من بلدان معينة، وضرب الفريب ولا معناها بمنطق سياسي، معناها استهدف الفريب. علاش؟ لانه في استهداف الفريب الزوالي يولي ما عنده حتى شواء باش يمشي لك السلعه اللي تتجاب من جهات معينه وافراد معينه هي اللي تجيبها. اكثر من هكا الفريب يعكس الفقر المعمم، اصبحت الناس كل ما تنجمش تستغنى على الفريب. معناها اذا مش برشا راهو شويه. حتى كي تبدا تحب تشري جديد تلقى الشواء اكثر في الفريب وبالسوم الاقل، وبالتالي ما عادش عندك خيار الا انك تمشي للفريب. هذا يعكس كذلك تازم التجاره الداخليه والصناعه المحليه للانسجه للصبابط الكذا. تعرفوا انه في صفاقس وهو سوق معناها لانتاج صناعه الاحذيه يعاني بدرجة رهيبة جدا. صحيح. به ما كنمش نهزك الرئيس الجمهورية وتصريحات رئيس الجمهورية باش نعطيك الكلمة، ما قلت مقموعة هاني باش نعطيك الكلمة في الفقرة هذي. كيفاه؟ قال لك خرجني راس راس. كان صب اسمعني كان صبت انت به كان لطف علينا لطف علينا لطف علينا. ايوا تشكر رئيس الجمهورية مش تولي كبيك. وكان تنتقد رئيس الجمهورية دولي البيت نسيل اسمعني معناها مؤامرة مؤامرة مذمومة خذها مني أنا معناها هذه مسلمة راهي عن حسن نية عن حسن نية ديما وأكيد بكل موضوعية زادة كل موضوعي لاباس بإذن الله الناس تسمعك وكما قالت مدام بسمة بكل حب زادة أنقد ولا خليك كيف ما أنت والعباد سنست بيك وتعرفك آه. يا لطيف يا لطيف ما عندك امثال عندك امثال الصباح هايلين رحلها يا سيدي يا من الاخر اسمع جبهه مقاومه ايه لا اكثر ولاه والامثال اللي استعان بها انت بحشاكم اللطف الناس الكل ولطف عليكم قص الرقبه برشا عنف هذه دعوه للعنف يا مكرم دعوه للعنف هاي خليكم خليكم لتصريح رئيس الجمهوريه نحكيه على لقاء البارح صار ما بين رئيس الجمهوريه ومعاه مدام نجله بودن اللي هي رئيس الحكومه رئيس الجمهورية حكى على محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين ويقول الناس هذوما أذنبوا في حق المجتمع ولابد من محاسبتهم في كنف القانون. تحدث زادة على دور الإدارة وعلى واجب التحفظ المحمول على كل من يتحمل مسؤولية في الدولة، هذا وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية على صفحة رسمية لرئاسة على فيسبوك. كيفاش اليوم نحكيه وإلا شو يقصد رئيس الجمهورية بأنه واجب التحفظ محمول على كل من يتحمل مسؤولية في الدولة؟ هذايا في إشارة لحرية التعبير نحكيه على الناس اللي مسؤولة ما عندهاش الحق أنها تصرح وتعطي معطيات عفوا معطيات دون ترخيص، وإلا نحكيه على الناس اللي تحملت سابقا المسؤولية في الدولة وقاعدة في كل مرة تخرج وتعطي في معطيات تخص الدولة التونسية. مكرم نبدأ معك. هو رئيس الجمهورية شخص الوضع اللي نحن شخصناه عنا مدة، نحن ديما نقولوا راهو تشخيص الوضع في تونس نحن ديجا كنا نعرفوا اللي ثم عباد أجرمت في حق البلاد وأجرمت في حق الشعب، ونعرفوا اللي نحن
اللي يخدم في الدولة وانت كنت وزير داخلية ولا وزير دفاع وتخرج برا عندك واجب التحفظ وموها حماية معطيات امتاع الدولة، هذا كنا نعرفوه. لكن السيد الرئيس رانا طالبين اليوم الفعل، اليوم كي تحكي لي على المحاسبة، وين المحاسبة؟ وين المحاسبة الحقيقية؟ وين العباد هذه اللي سرقت تونس؟ وين هذوما العباد اللي خدات قروضات فهمتني ولا وما عملوش في مشاريع متاع التنمية والفلوس ما مشاتش؟ وين استرجاع المال المنهوب من البلاد؟ وين العباد بمحاسبة المفسدين؟ هذا حاجتي بيه. راك الكلام اللي تقول فيه سيد الرئيس نعرفوه نحن، ونحن بيدنا رانا نعرفوه في بالنا بيه، وذاك علاش ما نحبوكش تعاود كلامنا، نحبوك تقنع حلول. المشكل مش في التشخيص، المشكل في الفعل، المشكل في الحلول اللي مش تعملها انت، مش نوقفوا هالتيار هذايا. ولذا سيد الرئيس رانا تو نزلنا، اني مثلا كمواطن تونسي غير راضي على طريقة المحاسبة، غير راضي على أداء الحكومة، غير راضي على التسريع في سن بعض القوانين اللي تحمي بها العباد والبلاد. هذا كله نستناو فيه. مش قولوا نحن رانا صحيح، يعني مثلا شخصيا أنا مع مسار 25 جويلية، لكن عندي برشا احترازات زادة. اليوم مش أنا معاك معناها نمشي معاك في الباهي والخايب، معاك في الباهي ما في الخايب يقول لك أنا غلط. مش ثمش ما عادش ثم كل رجل الواحد والناس كلها معاه في الصحيح والغلط. لا، اليوم أنا مع مسار 25 جويلية، لكن زادة مع المحاسبة ومع التسريع في المحاسبة. خلينا نبداو من جديد. لو كان ما نقولكمش معناها اللقاء هذايا على التاريخ نتاعو، النجم نقول لكم راهو 2019 ولا 2020 ولا 2021 ولا 2022. حتى حد ما ينجم يقول لي راهو التاريخ جديد ولا قديم. اش معناها؟ معناها الخطاب قاعد يعيد ذاته، قاعد ينتج نفس الخطاب كما قال مكرم بدون نتائج ملموسة، بل بالعكس النتائج تدل دلالة قاطعة على أن الخطاب في واد والواقع في واد آخر. معناها بالحق في عالم آخر، في عالمين مختلفين. إيش معناها تتحدث على مقاومة الفساد والتشريعات ما استوعبتش الفكرة هذية؟ بل بالعكس الفساد راهو قاعد زايد. كيف كيف بالنسبة للمشاكل الحياتية متاعنا، بطالة، جريمة، معناها انحدار للقيمة متاع الدينار، معناها السبيطارات متاعنا، الكياسات متاعنا، معناها النقل متاعنا، الكل معناها أكوتي دلا بلاك وقاعد ينحدر، وانت تتحدث على حاجات أصبحت ممجوجة. معناها نسكر وذنينا ما نحبوش نسمعوها. واجب التحفظ تعرف ريم هو بالضبط الواجهة الحقيقية للتراجع عن الحقوق والحريات، إيه سورتو الحريات. إيش معناها واجب التحفظ؟ معناها إذا أنت بمنطق الوظيفة وصلت لك أشياء رد بالك تقولها، تضر سكونابيل ريزون ديتا منطق الدولة. منطق الدولة راهو ماهوش مناقض المنطق المواطن والشعب، راهو المجتمع في حاجة للتصريح، في حاجة للحقيقة، في حاجة لمصدر معناها الخبر. ريم تلقى في عديد المرات وربما معناها هذايا للإعلاميين الكل مشاكل في أنك توصل الخبر. علاش؟ لأنه ولا المعلومة المصادر فيرويي هذايا مسؤول عليه على تيت هو الرئيس قيس سعيد. بيه مدام بسمة، والله شو نقول؟ نحن نقول السيد الرئيس، السيد الرئيس راه واجب التحفظ على راسنا وعيننا من فوق، ورانا منستنيو من حتى حد باش يقولنا باش نحترموا واجباتنا. هو واجب مقدس، لكن السيد الرئيس ما تخليليش باب التأويل محلول على مسرعية، وانا تقول لي خمم كما تحب وفكر كما تحب وفسر كما تحب. ليه؟ علاش حالة الغموض هذه اللي محتاجة ديما كل خطاب لرئيس الجمهورية كونه يخرج كون بعده يكنس ويفسر ويمسح ويقول شنو اللي يقصد؟ علاش؟ علاش مش الوضوح؟ علاش انا كمثقف في تونس ولا كإنسان عادي نستنى باش يكون مصدر المعلومة متاعي في تونس زوز من الناس؟ شكونهم زوز من الناس؟ واحد معناها في البلاتو التاسعة
يجي يقول لنا مصدر المعلومة يقطر علينا تقطير اللي عنده هو المعلومة حصريا، وإلا محامية تعطينا بحشيش وريش ومجموعة من المعلومات وانت يفرز الصحيح من الغلط. عليه تخلي لي انت باب التأويل محلول على مصرعي، هاتيني انت المعلومة الصحيحة. عليه تخلي البارح في الأيام مؤتمر هذيك متاع المتأمرين على العائلات المتأمرين على أمن الدولة يخرجوا ويقدموا معناها بتهمة التآمر على أمن الدولة، موقوفين بتهمة التآمر على أمن الدولة يخرجوا ويعملوا معناها كونفيرونس دو بريس. أنا انت مجبور باش تعطيني المعلومة، أنا الأوان سيد الرئيس باش تخرج وتفسر لي شنو اللي فما وشنو مفماش، على الاقل كي باش ندافع انا ولا باش نقول نعرف الدوسي شنو فيه. مش كل مره يهبط لي واحد ويقول لي راهو كانت راه الدوسي ثقيل، لا الدوسي انا نقول مش ثقيل، انا لا بون فواي بريزومي حسنيه مفترضه. اما انت اثبت لي العكس، انا الاوان سيد الرئيس باش توضح الرؤيه وتنقشع السحب هذه ونوليو واش معناها شويه فما شفافيه على الاقل. واضح، يعطيك الصحه مدام بسمه، شكرا لكم تتفاعلوا معنا، شكرا لكم اللي تبعوا فينا. خالتي فضه ناديك هكا عنوان حديثنا قياس بعد شويه مع الاستاذ سهيل مديمخ. صباح الخير مع ريم كل يوم من